بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، شوطنا السابع أيها الحفل الكريم ينطلق على حضراتكم. شوط مخصص جائزة هذا الشوط عبارة عن مبلغ نقدي للمركز الأول زائد مادة الزعفران التراثية. نتمنى التوفيق للجميع بالناموسي والسداد والنجاح. مباشرة مع المركز الأول بشعار منصور بن ناصر الوهيبي، مع المركز الأول. المركز الثاني بشعار سعيد بن حمد الوهيبي على المركز الثاني بقيادة الوطن. المركز الثالث الوصول والتقدم في هذه اللحظات، وأيضا القيادة مع الشهنية راشد بن مسعود المالكي على المركز الثالث. المركز الرابع الشهنية ناصر بن محمد الدويكي على المركز الرابع. المركز الخامس بشعار الحميدي بن العبد الوهيبي. هذه النتيجة. أعود إلى صدارة الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى قيادة هذا الشوط. الدويكي في المركز الأول انطلق سريعا من أيضا المراكز الخلفية إلى المركز الأول مباشرة، يبحث على الانتصار والناموس بقيادة الشهنية. ناصر بن محمد الدويكي من يبحث عن الناموس والانتصار. المركز الثاني، ثاني المراكز والقيادة بشعار سعيد بن أيضا سعيد بن حمد الوهيبي مع وطن على المركز الثاني. اما في المركز الثالث القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات والقدوم والتقدم ايضا هناك بشعار الحميدي بن العبد الوهيبي، لكن اعود الى الشاهنية، اعود الى الشاهنية مع الدويكي، مع الدويكي خطير في هذا الصباح الجميل، قدم نوعيات الجميلة والنوعيات المميزة هنا مع صدارة هذا الشوط. محمد بن ناصر الدويكي من يتابع هذا الشعار العملاق الكبير، مشكور يا ابو ناصر على المتابعة والتهانينا والناموس. لكن شعار المسعودي غادم من المراكز الخلفية. الدويكي من يحقق الانتصار في الرمق الأخير، من انطلقت سريعا للبداية وأيضا محقق هذا الناموس. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الدويكي المركز الثاني، كان هناك مع المركز الثاني بشعار أيضا المسعودي، أيضا محمد بن سالم المسعودي مع وفاء. والمركز الثالث، ثالث المراكز ايضا نحيل لجنة الخط والنهاية. والتوقيت الزمني دقيقتين وتسع، هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.